السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. يا جماعة شير، يا جماعة شير الصفحة، عليها بلاغات، عليها غيد، عليها بلاغات. 24 ساعة شغالين ننظف، 24 ساعة شغالين ننظف في الصفحة. عشان كده ادونا شير، ادونا مرصغات، ادونا شير، ادونا مرصغات، الشير المرصغات. اول حاجة دايرين نحيي جندي مجهول لا سمعنا اسمه ولا في واحد جاب سيرته ولا في ناس اتكلمت عنه، اللي هو الغايد بتاع الحامية بتاع بابانوس اللي هو معاوية. في ذول بيعرف اللي هو معاوية بابانوس دي، سمحته يوم اللي هو معاوية طلع يتكلم، بنشوفه فعل المعاوية لكن ما بنشوف كلامه نهائي، بنشوفه فعال في الميدان. عشان كده يا جماعة التحية والاحترام لغاية الفرقة بابانوسة وللنائب حقه، التحية للي هو معاوية. معاوية شغال بدون ضجيج، بدون كوراك، بدون اي حاجة، بدون اعلام ولا بيطلع، مع انه اكتر فرقة مصندد واكتر فرقة واقفة واكتر حامية واقفة بابانوسة. بابانوسة حاربت الطبيعة، انتصرت على الطبيعة وانتصرت على البيئة وانتصرت على القبيلة وانتصرت على كل حاجة. عشان كده اللي هو معاوية يستحق الاحترام واستحق التقدير، اللي هو معاوية يستحق الاحترام واستحق التقدير. والتحية للنائب دار موت، والله فعلا دار موت، مفروض يسموك دار الموت، يسموك دار الموت حقة الجنجويد. بدل اسمك كده ياخدت لك دار الموت للجنجويد. النازل عملوا شغل ما طبيعي بجد، يعني شغل ما طبيعي. نفس الحامية، نفس المناطق، واحتمال بابانوسة بهناك بالنسبة للضعين والمنطقة مفتحة أكثر من بهناك. انتصرت بابانوسة وانتصر حامية بابانوسة وانتصر الوطن وانتصر الجيش وانتصرت الهوية السودانية، انتصرت على القبيلة وانتصرت على الجهوية وانتصرت على العنصرية وانتصرت على كل حاجة. عشان كده بنحييهم كلهم الناس بابانوسة، وقدر ما نتكلم عن بابانوسة والله ما بنقدر ندون ولا ذرة من الحاجة اللي عملوها، ده واجب. لكن بجد بجد والله العظيم تستاهلوا كل خير، امتحتونا، ما قصرتوا من انتصار لانتصار. كانوا عامس فكوا الحصار وقدروا طلعوا المناطق اللي حوالين الحامي وقدروا نظفوا احياء وشغالين. عشان كده الليله جبنا الجندي المجهول اللي هو معاويه، له التحيه وله الاحترام، له التحية وله الاحترام وله التقدير. والتحية لكل أبطال بابانوسة الشجاعة، مدرسة الوطنية، الله يديهم الصحة ويدونا العافية. نجي بهناك الفاشر كالعادة متعودة دائما، أخذ الفول نصيب وراح، متعودة دائما تجي تاخذ حقها وتمش، تجي تاخذ الفول نصيب وتروح، تجي تاخذ الفول نصيب وتروح، يومي بقت الشغله ثابته، عندها نصيب معلوم بتجي تدقاه وتمش. ما عندهم حاجه، ما تقول كل يوم بيهاجموا، ياما المدرعات دي 40 هجوم ورا بعض، 40 هجوم ورا بعض المدرعات، ما قدروا عملوا حاجة ولا حيعملوا حاجة في الفاشر.
ولا حيقدر يسوي حاجه في الفاشر مهما جمعوا ومهما جابوا ومهما سووا، الفاشر صامت وصابر. انتصار كبير جدا جدا الليله في الفاشر، وامس انتصار كبير، واول امس انتصار كبير، وكل يوم انتصار، وكل يوم الجنجويد مهزوم، وكل يوم الجنجويد بصرخ، وكل يوم الجنجويد بيبكي، وكل يوم الاعلام القذر قاعد يكذب ويطلص. كل يوم انتصار وكل يوم تقدم. شير يا جماعة، لأنه في بلاغات صفحة كده ما بتمشي، شير شير، كل زول الدين شير عشان الصفحة تمشي لقدام وتحفظ اللايف وتحفظ الصفحة. احنا يا دوب ما في ضينا الأيام الجاية، بس لايفات ما عندنا حاجة. هاي عشان كده شير شير قدر ما تقدر. فاشر انتصرت، انتصرت انتصار كبير، طلعت الجنجويد، ما خلت لا جنجويد جوا، طلعته برا. فاشر ما صغير، الفاشر كبير، كونه يطلع منها الجنجويد ما يخلوا ولا جنجويد جوا، والله عمل عظيم وانتصار كبير جدا جدا جدا. لا ما تشتغل بالفارغ، شفت الجنجويد يجي يموت كل يوم، كل يوم هجر، يسكروه ويشربوا المخدرات، يدوا الحبوب، بعد شويه يسوقوه قدموا المهريه، تلبتوا هناك، يقعدوا بعيد يشوفوا ديل انجغموا يقوموا جارين، يمشي يلموا التانيين، راح راح، ونحن يلا نجيب زعونا، يلا يا تعالوا لنا يا سلامات يا بني هلبه، نحن والله قربنا باقي 70% 70% 30%، يلا تعالوا يجيبوهم يلموهم كلهم يقدمون، هون استنون هناك، امشوا احنا بنلحقكم، احنا بنخطط، يقدموا ديل دق 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 دق، يقوموا جارين، يقوموا جارين زي ناس السافنا، السافنا بقى زي اخته قاعد في الضعين وخدت له كرسي وبيحكوا لهم في القصص، بقى راوي بتاع قصص، وكان يا زمان ونحنا وعملنا بقى حكاوي. قبل يومين ظهر في الفاشر وفي المويه ونحنا حنعمل وسيطرنا و و و، بعد شويه قام جاري، بعد شويه قام جاري، وين؟ الان قاعد في الضعين بيكذب، قاعد يكذب في الضعين، خدت له كرسي ولامي العولاد ولامي الوسخ ويكذب. وكان يا زمان ونحن عملنا ونحن عملنا وهو جاي جاري. الناس زي لا حول لهم ولا قوه، اتهزموا هزيمه ساحقه في الفاشر، ادقوا دق العيش ما خلوا فيه ونتسى، الان القحاطه بيصرخوا اكثر من نون. نرجو ونطلب من مدى سعيد، علي سعيد العاطل اللي كان فيه هولندا، زول القبي، تسعي طالب مناوي انه يسحب قواته، انه يسحب قواته من الفاشر عشان تجيب امك هنا، عشان تجيب امك يا قذر يا واطي، عشان تجيب امك تسكين الفاشر، يسحب مناوي ليه قواته؟ اسحب ليه قوات؟ اسحبها ليه؟ ده الناس بيقاتلوا عشان وطن، ده الناس بيعرفوا كلمة وطن يعني شنو؟ ده الناس برغم الاختلاف برغم أي حاجة بيعرفوا لما نجي وقت ده السودانيين الأصليين، ده بنقول ما زيك، قسما بالله العظيم دمك ما سوداني وشكلك ما سوداني، واقسم بالله العظيم انت ما مننا. في ثاني حاجة، قسما بالله العظيم انت ما سوداني، لو دقوا لك مشاهدة ميلاد انت ما سوداني، ما في سوداني وسخ كده، سوداني وسخ ما في، ما في، ما سوداني، سوداني ما جوازه جنسيا، السوداني اخلاق، اخلاق السوداني هي اللي بتحكم انه ده سوداني ولا ما سوداني، اخلاقه هو اللي بتحكم ده سوداني ولا ده ما سوداني. ناس مناوي نجحوا في امتحان الوطنية، نجحوا في امتحان الوطنية بامتياز قسما بالله العلي العظيم، برغم كل نختلف، لكن لما نجي تبقى المشكلة وطن نتفق، الاختلاف ما مشكلة، ربنا ما خلقنا كلنا بعقول واحدة ولا خلقنا بمنهج واحد وفكر واحد، لا لا لا، مختلف بني ادم ده مختلفين، لكن اختلافنا
في حاجات، ولما نيجي الشغلة تبقى وطن وتبقى عرض وتبقى شرف، كلنا بنتوحد، أنا ومدناوي وجبريل وعقار وكل الدنيا والعالمين وتري وناس الوسط وناس الشمال كلنا بنتوحد. وده المفروض يحصل، الما مفروض يحصل كونك تدعم لك ميليشيا جاية من برا، تدعم لك مرتزقة، تدعم لك دولة دايرة تسرق بلدك ودايرة تنهبها ودايرة تفرتقها، تدعم لك مستعمر. ده ما ممكن ومستحيل يكون بتاع بني آدم سوي، مستحيل. عشان كده الفاشل ما بتسقط، لأنه الناس كلها متوحدة على حاجة واحدة، جيش واحد شعب واحد، برغم اختلاف اي حاجة لكن جيش واحد شعب واحد. عشان كده الفاشل مصنددة وبابا نوسى مصنددة، دي الحقيقة. اي حاجة دخلت فيها القبيلة خربتها، اي حاجة دخل فيها الادارات الاهلية دمروها، لانه جزء من النهب والسرقة والدمار بتاع الوطن، جزء من الانحطاط والقذارة والوسخ. ودي الحقيقة، دي الحقيقة. عشان كده الفاشر الليلة انتصرت، وكل يوم الفاشر بإذن الله حتنتصر، كل يوم حتنتصر وحتنتصر وحتنتصر. أصله ما في نهائي، فاشر منتصرة منتصرة، لأنه ما عندهم حق. دي بلدهم، يمشوا الدالي منو؟ الدالي ملاقيط، الدولة ملاقيط مرتزقة جايين من برا، يسلموها لمرتزقة ملاقيط جلافيط، لا عندهم أصل لا عندهم فصل، يسلموها لمنو؟ دي حقتهم، بلدهم دارفور دي حقتهم، بأهلها وبناسها بحواكير. التاريخ بيتغير، والحاجة الغلط اللي غلطوا فيها أجدادنا زمان بيتصلح، بيتصلح. ودي الغلطة اللي احنا بندفع ثمنها. أوسخ خلق الله خليناه نتمدد، وأوسخ خلق الله وأنجس خلق الله. ودي الحقيقة. عشان كده فاشر ما بتسقط ولا بابا نوسى بتسقط، وبإذن الله دارفور كلها بترجع، وبدون جنجويد وبدون جلافيط. شاء من شاء، أبا من أبا، طقوا راسكم بالحيطة. دارفور لأهلها وعند أهلها، 3,200,000 نازح ديل في تشاد أراضيهم وحواكيرهم. وقسما بالله أنتم ما عندكم حمارة في دارفور، حمارة يا ملاقيط أفريقيا ما عندكم، حمارة في دارفور دي ما عندكم. أنتم ناس ملاقيط، ناس ما عندكم شرف، ناس ما عندكم دين، ناس ما عندكم أخلاق، أسوأ خلق الله. عشان كده دارفور منتصرة بفاشر السلطان، وبإذن الله تعالى نمشي بدرمان الليلة. ما شاء الله بدرمان تقدم كبير جدا جدا، محاور مبدات، والدوحة شبه خالية، الدوحة شبه خالية، إنجاز كبير جدا جدا جدا. التحية لأبو طيرة، والتحية لأمن ياجين، والتحية للجيش، والتحية لأم درمان، شغالين شغل عنيف جدا جدا، ماشيين متقدمين بخطة ثابتة. أم درمان قربت بإذن الله تعالى، قربت قربت قربت، الدوحة خلاص على وشك، ما في حاجة، التقيل كله انتهى، باقي الحاجة الرتوش زي ما بقوله. الوضع ماشي ممتاز جدا جدا. أم درمان مبدات شبهي خالية، خلاص قطعوا مشوار طويل وبعيد، ما بقي حاجة، الوضع كويس، ما في حاجة. الأمور طيبة، بس دارين من الوالي يرتب الأمن والأمان. العاطفة خدها بشير يا جماعة، شير في بلاغات يا جماعة، شير شير يا جماعة، قلوب شير في بلاغات ثقيلة جدا جدا، في بلاغات مبالغة، شير يا جماعة دون الشير، شير يا جماعة. الوالي نظم حالك ونظم بلدك، افرض الامن والامان وافرض هيبة الدولة. الفوضى ما في لا داعي، الفوضى الان احنا في حالة بتاعت حرب،
مفروض البلد تكون مرتبة ومنظمة، الداخل منو والطالع منو، مفروض الارتكازات دي كلها يكون تجيب فيها ناس تعمل قوات مشتركة، تعمل قوات مشتركة من الأمن ومن الجيش ومن أبو طيرة ومن من المقاومة الشعبية، يكونوا مع بعض، يكونوا مع بعض، لازم تأمن البلد. ما خلاص دي انت الآن انت المسؤول، لو حصل أي حاجة بنزلك انت، الناس دي سلمتك ليه؟ انت بعد كده نظم حالك، رتب حالك، عندك اكتب سوي، انت المسؤول، انت المسؤول، انت المسؤول. نمشي لمحاور الجزيرة. محاور الجزيرة والله بدأ فيها شغل، لكن ما بنقدر نتكلم إلا نشوف بعيننا، إلا نشوف بعيننا ونجي نشوف، لكن نجي نتكلم نقول لك والله ما بنقولها. ليه؟ لأنه ممكن بكرة يسحبون، ممكن بكرة يقولون أرجعوا كما كنت، ممكن بكرة يرجعوا يقولون كما كنت. إحنا دارين نشوف، دارين نتفرج نعاين بيصلوا وين. في محور يتقدم، المحور ذاك متقدم، في تاني محور يتقدم مشى، لكن ما بنقول لك لحد ما نشوف بعيننا، ولا بنقول لك وين، ولا بنك، بس الا نشوف ويتقدم. بس ليه قدام؟ احنا دارين قدام. الجنجويد ديل ديل من الرجال اللي بوقفوا الجيش، وبنقولها مليون مرة، ما الجنجويد ديل من الرجال اللي بوقفوا الجيش. الحرامية اللي في الجزيرة ديل ديل من الرجال اللي بيقدروا يوقفوا الجيش. أولاد الفدادية ديل من ديل ما بيقدروا يوقفوا الجيش. ديل كلهم والله ما عندهم حاجة ولا فيهم راجل عشان يقدر، والله العظيم مما يقولوا الجيش جاي منطقة بيلبسوا الجلاليب، قسما بالله العظيم بيلبسوا الجلاليب، يلبسوا الجلاليب، وفيهم اللي بخط السلاح وفيهم اللي بيجروا وفيهم وفيهم وفيهم، عشان كده في تقدم، لكن لحد ما يتم التقدم ما بنستعجل، ما بسكتونا بالتقدم، احنا دارين قدام. الجيوش دي قاعدة، القائد العام راجعنا، رجعت للخطاب حقه، قال لي ناس المناقل، قال لهم احنا ما بيدنا، الناس دي بيد قياداتكم، مفروض القيادات تحت المناطق زالون من التقدم هون. خلاص انتوا حارسين شنو طيب؟ طيب انتوا حارسين شنو؟ يا ناس النار يا ناس المناطق حارسين شنو؟ مفروض بكره تبلغوا القيادات كلها تكونوا قدام الحاميات. عديل تكونوا قدام الحاميات، ناس الجزيرة أكثر ناس متضررة، مفروض الآن تكونوا في الحاميات، تكونوا. هذا كلام الغايد، طالما الغايد قال لكم السلطة ما في يده، قال السلطة ما عندي، ده كلامه. السلطة من عند الغايد بتاع الحامية، أمشوا لغايد الحامية قول لي أنت ورينا سبب واحد خليك قاعد في مكتبك وتاكل وتشرب وتسجر وتسكر، المقعدك شنو؟ احنا دارين نعرف المقعدك شنو، ناقص ناقصك شنو، احنا بنتم ليك، داير شنو، احنا بنتم ليك، كلموه قول لك اذا انت داير شنو، المياخرك شنو، ورينا سبب واحد ياخرك الداير، ونحن بنتمه. الناس عندهم سلاح وعندهم اي حاجه، لو قلنا لك ما في سلاح احنا كذابين، لو قلنا لك ما في جيش والله كذابين، لو قلنا ما اي حاجه متوفره، اي شيء متوفر. عشان كده شعب السودان وشعب الجزيره الجمره بتحرق الواطيها، وانا بقول لك الجمره بتحرق الواطيها قسم بالله العظيم، لو ما تحركت انت والله ما في زول يتحرك ليك، وقسم بالله العظيم لو ما تحركت انت والله ما في زول يتحرك ليك، الجمره بتحرقك انت. اليد في المويه ما زي اليد في النار. في ناس ما ضاقوا الحاصل ده وشايفينه حلم، الان انت تتحرك، ما تيجي تقول لي والله نظمنا المقاومه، المقاومه ما دايره تنظيم، ذات الشغل اللي بينظموه ده ما شغل، الشغل اللي بينظموه ده وبيجيبوا لي الناس الدفيع بخطون قدام ده ما شغل بتاع مقاومه، ده شغل بتاع ملحسه،
مما الشغلة تلقيها قدموا لك الناس اللي عندهم القروش قدام وعينوه رؤساء، تعرف الشغل ده خلاص لقى ملحسة ما منه فايدة، والمقاومة ما دار لا تنظيم ولا دار لا يزين من زور ولا دار لا موافقة بتاعت برهان ولا موافقة بتاعت غايد ولا موافقة بتاعت الجن اللي حمل. المقاومة دي حقتك انت، تطلع عليه بمزاجك، والعجب وعجب والمعجب اشرب من الترعة، ده اللي بنعرفه في المقاومة الشعبية. لكن المقاومة الشعبية اللي بيقعدوا ليها وعينوا ليها زول عنده قروش عشان الناس تلهط من بيورا، دي ما اسمها مقاومة، دي اسمها ملحسة شعبية. دي اسمها الملحسة الشعبية اللي هي أنا شايفها وين؟ شايفها الآن في الولاية الشمالية، تكونت الملحسة الشعبية بقيادة أسهر المبارك، زول ملياردير دفيع عنده قروش، اتلموا حوالينه كمية شلليات من الملاحيس، كل زول داري الحس. من يلا كن نوقع ميثاق المقاومه، يلا كن جيبوا الناس لموا الناس، اقعدوا عمم جلاليب نظيفه ولا بتشوف الشمس. ديل المقاومه كل زول جدار يحسب حتى في رقبته، اقعدوا نوقع ميثاق المقاومه. مقاومه يا تو مقاومه، انتوا دارين تقاوموا شنو؟ قاوموا اطماعكم، قاوموا جهلكم، لكن متى تقاوموا وين؟ تقاوموا وين؟ تقاوموا شنو انتوا قاعدين نظيفين كده؟ تقاوموا شنو انتوا؟ انتوا ناس ادوكم اوردر قال لكم اعملوا كده سووا كده. تعليمات اوردر، اعملوا نزلوا سووا، هنا ده اسهري ده زود دفيع بتاع قروش. بيدفع بتاكلوا منه، بتاكلوا من وراه بيجيب بيلحس. كل زول داري الحس. بقينا المقاومة الشعبية زي النادي بتاع الكورة، زي النادي بتاع الكورة ما في فريق. نخلي زول اللي عنده مخ وممكن يقدم وعنده عقل وممكن عنده أفكار، لا نجيب زول اللي عنده القروش حتى لو ما عنده فكر، كفاية أنه بيدفع. وفي النتيجة صفر، والآن المقاومة النتيجة صفر، ودي الحقيقة. مقاومة بيقعدوا يتلموا لها كل يومين ثلاثة اجتماع لاجتماع، يا أخي والله كرهتونا، كرهناها قسما بالله العظيم، كرهناها عديل، خلينا لكم المقاومة والله خليناها، لأنه بقت ملحسة عبارة عن كورة كبيرة شايلينها بياكلوا منها ناس، لكن ما عندها علاقة بالأرض ولا عندها علاقة بأي حاجة، وكلها كذب في كذب، جلاليب نظيفة، جلاليب بيضاء، ناس لافين بعربات، ناس لافين من محل لمحل، من بورسودان لمدني لشندي لوين، قاعدين مقاومة شعبية. ده كلام فاضي ما عنده أي قيمة، ده كلام فاضي. الحارس ديل يثبتوا له حاجة، والله ده موهوم، ده موهوم، ما في قروش بتكاتل، ما في القلوب اللي بتكاتل، ما القروش اللي بتكاتل. طالما ناس بتمشي وتتلم وكل زول دارين يقلبوا علينا، جيب قبيلتك تعال احلب جيب، احنا دارين نتخلص من القبيله ومن قبيلتي وقبيلتك، دارين تعملوا لنا مقاومه شعبيه بقبيلتي وقبيلتك. انتوا دارين ترجعونا لورا قبل 15 ابريل وقبل 15 30 سنه لورا ثاني عشان تاني تجيبوا. احنا الناس الان المشاكل دي كلها مشاكل بسبب شنو؟ حبيبتي ده دار يحكم بشنو؟ دار يحكم بالقبيله. حبيبتي اشتغل 4 سنين بيشتغل في شنو؟ بيشتغل في الادارات الاهليه، بيشتغل في العمد والنظار. طيب دي مش كانت مشكله؟ حنقعد تاني نرجع لان كل زول داري يستمسر وداري يطلع السلطه ده يلم القبائل وخدتهم؟ احنا ما دارين، احنا دارين الجهاد يكون فاتح للشعب السوداني. الاستنفار، انت مواطن سوداني، انا مواطن سوداني، بغض النظر عن قبيلتك عن دينك عن اخلاقك. بغض النظر عن قبيلتك عن دينك عن اخلاقك، انت من وين منطقتك وين انت دار تدافع، تعال اركب. لكن شنو كل زول دارين يجيبوا عمدة فلان، جيبوا عمدة فلان، تعال نوقع. توقع على شنو؟ توقع على شنو؟ في شنو اللي بيوقع عليه؟ في شنو اللي بيوقع عليه؟ الكلام اللي بيحصل في الشمالية ده كلام ما عنده علاقة بالواقع يا جماعة. ده كلام بتاع سايم. أنا بقول لكم والله لو يوفر لكم مليون قطعة سلاح،
طالما دي القيادة حقتكم الآن بدأت تتشكل بالطريقة دي انتوا خسرانين. دي الحقيقة والله العظيم. المقاومة الشعبية عمرها ما كانت مكاتب ولا كانت، المقاومة الشعبية معروف محلاتها وين، المقاومة الشعبية معروف بالدافع وين. المقاومة الشعبية مجرد ما يسيطر على أفراد ده موضوع انتهى، بقت ما مقاومة شعبية، بقت ده شغل تاني غير شغل سياسي، شغل أي حاجة سموه زي ما سموه، سموه زي ما سموه. المقاومة الشعبية الآن بقت تحت السيطرة وتحت يودوا فيها يمين بخاتل لكم غوات يأمرون اعملوا كده سووا كده يجوا. دي ما بقت شعبية، المقاومة الشعبية ما كده، المقاومة الشعبية ما كده. عشان كده نحن بنقول للناس انت دار تجاهد، دار تطلع تشيل سلاحك، ما عندك علاقة بزول، ولا في زول بيمنعك بيقول لك ما تجاهد، ولا في زول بيقول دي انت تحت امر زول، انت تحت امر نفسك. طالما انت طلعت ولا برهان ده مزول منك، انت بتدافع عن عرضك، لا برهان بيقدر يرجعك ولا اي زول في الدولة دي بيقدر يرجعك، ولا في ضابط في الجيش ده بيقدر يقول لك ما ترجع، دار يقول لك ما ترجع، قول لا مش انت دافع عن عرضي وشرفي. امشي انت تقدم، انا ما بتقدم، ادوس لحي بسلمك ليه، امشي انت قدام. ما في زول بيحميك، ما يطلصوا عليك ويكذبوا عليك ويدخلوك الحظيره المقعدين فيها ناس سنه وشهرين ما طقوا ولا طلقه. في جيش قاعد سنه وشهرين طلقه ما طقها. طلقه ما طقها، سنه وشهرين قاعد. انت دار تمشي تخش بهناك مش خش. تبقى ما مقاومة فقدت قيمتها، المقاومة الشعبية ما كده. المقاومة الشعبية شعب الناس الجزيرة كلهم، كلهم حركة تحرير الجزيرة تجمع الجزيرة كلها. أبدوها طوالي طوالي اكتبوها حركة تحرير الجزيرة، موضوع انتهى، موضوع انتهى، حركة تحرير الجزيرة الموضوع انتهى، كل الناس تدخل فيها حركة تحرير الجزيرة، الناس كلها تدخل فيها. طالما المقاومة الشعبية سرقت، طالما المقاومة الشعبية سرقت، ما خلاص حركة تحرير الجزيرة، حركة تحرير الجزيرة. اللي يجي زول يمنع يقول الناس زي ما يحرروا، اللي يجي راجل يجي يقول الناس زي ما يمشوا حرروا، اتحدى راجل يجي يقول ما يحرروا. عشان كده ناس الجزيرة يتوحدوا تحت حركة تحرير الجزيرة والموضوع انتهى. أن نشوف مش المقاومة الشعبية قالوا داعش وكيزان وقالوا بهناك سلاحين احنا نبقى زيهم حركة. طالما الحركة عندها وجود وما بتبقى كيزان وما شيء، نحن حركة. نحن حركة تحرير الجزيرة. طالما الحركة بدوها سلاح وبدوها تأشيرات، نحن حركة. في شنو؟ في ممنوع؟ هذه لك الحركات ما شاء الله على قفا من يشيل، على قفا من يشيل. المقاومة الشعبية ما دارينا أصله، ما دارينا، دارين نكون حركة، نكون وجودنا حركة، كلامنا بحركة تحرير الجزيرة، ميلاد حركة تحرير الجزيرة، وده اللي بنعرفه. طالما الناس ديل ما ما ما, ما, ما عندهم حاجة، وطالما بدون اوامر من برا والمقاومه الشعبيه وديل الفلول، الان احنا حركه تحرير الجزيره. لو الحركات كيزان فرتقوا الحركات كلها، تعال فرتقوا حركه الجزيره ثاني. وده الحاصل، وده الحاصل. عشان كده ناس الجزيره في رفقه في المناقل والبرة والجوه والجروبات كلها، كل جروباتكم اقلبوها حركة تحرير الجزيرة. مقاومة شعبية انسوها، اسمع كلامي اللي بقوله لك، مقاومة شعبية انساها. حركة ويدك اصبعك تغز في عين اي زول منو ما كان من حقك. الان انت تحت الاستعمار وداير تحرر بلدك، حركة تحرير الجزيرة كل الناس تسجل فيها، كل الناس تسجل فيها، والمعسكرات تكون بمعسكرات حركة تحرير الجزيرة. مقاومة ذاته خليناها يا كيجاب، خليناها يا برويس، خليناها. مش المقاومة دي يا كيجاب والاستنفار، خلينا لك يا برويس، خلينا. كلام واضح. عشان كده الناس كلهم يا جماعة تتوحد، ناس الجزيرة بالذات، الجروبات اللي كانت مقاومة وما بقت ما عندها قيمة. أنا بكلمك
لأنه بقى في حارب ضدها عديل. طالما كده نجوم بالدغري، نجوم بالوسخ حقهم، حركة تحرير الجزيرة فاتحة لضباط معاشيين، لمواطنين، لأي زول دار السجل دي حركة تحرير الجزيرة، والدعم حقها من أولاد الجزيرة المغتربين البرة كلهم يدعم. ودي الحقيقة، يلمنا جسم واحد حركة تحرير الجزيرة. الآن إحنا تحت الاستعمار ودارين نحرر بلدنا من حقنا، لا مقاومة شعبية ولا مستنفرين، إحنا الآن حركة، حركة بتاع تحرير الجزيرة. الموضوع ده مشى معاكم آمين طوال، غيروا جروباتكم، غيروا جروباتكم، حركة تحرير الجزيرة الموضوع انتهى. طالما كل ذول حركة شعبية، حركة تحرير وين؟ حركة هناي، حركة تحرير الجزيرة. ما في ذول أحسن من حد، ما في حد أحسن من حد، ما في حد أحسن من حد. بس الناس تكون واضحة والناس تكون دغرية، دي حركتنا ودي احنا دارين نحرر بلدنا. التدريب المعسكرات تكون في المناقل، ما في زول والله ما سالين في زول، ولا في زول بيملي عيننا في الدنيا دي. الله خلق زول كده تاني يملي عيننا، والله ما في. معسكراتنا تكون في المناقل، كل الناس تتوجه للمناقل. عندنا ناس الان فتحوا المعسكرات وانا حتواصل معهم اقول لهم اعملوها حركة تحرير الجزيرة، وكل الناس بتدعمها، كل الناس حتدعم، يعملوا الأرقام الحسابات، كل الناس تدعم حركة تحرير الجزيرة، وكل الناس لو دارين يرجعوا يرجعوا وينضموا لحركة تحرير الجزيرة. ده اللي بنعرفه، لأنه الناس زي بالاستنفار ما نفع، بالمقاومة الشعبية سرقوها، تجون بشنو؟ بشنو تجيهم؟ الناس زي ما عنده الحاجة، ما عنده. عشان كده الناس كلها تتوحد، ناس الجزيرة، عشان الناس تكون واعية. حركة تحرير الجزيرة دي تاني تبقى لنا قدامنا، احنا زلينا واحنا تهنا، احنا زلينا وهنا الزل وتهنا، لا سالين في برهان ولا سالين في اي زول في السودان. حركة تحرير الجزيرة دي يا هل بتحميك وبتحميك ليوم الدين، الكلام ده واضح. الناس كلها تتوحد والناس كلها تقيف والجروبات تتغير، ما في تاني زول يقول لك مقاومه نهائي، دي ما دايرين نسمعها، لانه مسكوها خلوها للحراميه اللي طلعوا فوق، المقاومه خلوها للكروش اللي طلعوا فوق، خلوها للتجار اجوا مسكوها فوق، ما دايرينها ولا دايرين سلاحه، دايرين تحرروا اهلكم وبلدكم واراضيكم واعراضكم، انضموا لحركه تحرير الجزيره. في نعم نعم يعملوا جروباتهم، وهذيك المعسكرات شغاله، في معسكرات شغاله بدل تكون مقاومه، لان المقاومه بقت ما عندها ما عندها ما, ما, ما في ما في حاجه، المقاومه بقت ما في شيء، ما في حاجه في المقاومه، المقاومه بقت مسيطرين عليها في مناقر، تاجر تاجر وجابوا القحاطه خدتوا لك في المقاومه بفوق. في الشماليه اسهر المبارك ولام لك كم نفر حوالين بتاعين قروش، احنا خلاص هنقعد نتفرج كده؟ معلش الناس تشكل حركتها بتاع تحرير الجزيره وتحرر بلدها بنفسها، انشغله ما صعب، الجزيره ما هينه، الجزيره مليانه، عندنا غرى اقل غريه فيها 5000 4000، المدن فيها 20 و30 ألف، لو من اي غريه من اي منطقه الناس دخلت مش الجزيره تتحرر، والله اليوم الدين الجزيره تاني ما تتهان ولا تتذل، والله العظيم اليوم الدين الجزيرة ما تتهان ولا تتذل. نحن اللي وصلنا هنا شنو؟ غير الطيبة وغير الضحك وغير الونسة وغير الاحترام الناس اللي ما عندها قيمة. نحن اللي وصلنا هنا شنو؟ الخلا هسه أعراضنا تنتهك شنو؟ الخلا شنو تنتهك؟ لأننا مسالمين أكثر من اللازم. لأننا ما دايرين زول يحل لنا، دايرين ناس تقعد وما في زول بيحل لك، وما في زول بيعمل لك حاجه. انت لو ما عملت لنفسك ولو ما اكلت بيدك لما شبعت ما في زول بياكلك ولا في زول بيشبعك. عشان كده حركه تحرير الجزيره دي واجب بعد كده. بعد كده وما حركه بتنتهي، دي ما بتنتهي ثاني. الحركه دي ثابته ليوم الدين. شفتها ثابته ليوم الدين. كده بس، طالما الناس دي بيتفرجوا احنا جزيرتنا نحررها بنفسنا. أنا ده اللي بقوله ليك، أنا أجيب لك تاني من ده الكلام اللي بقوله ليك،
الجروبات الآن الشغالة في كل مكان من كل الناس تتوحد، عارفين في الغورة كل عنده جروبات وبدوا يشتغلوا في الوحدة. الوحدة دي أعملوا الجروبات بحركة التحرير تحت الجزيرة، فيها من هنا من هنا من هنا من كل الغورة من كل الغورة، ما تبدو غرية غرية، شفت غرية غرية بتتحرر بتتحرر الجزيرة، ما صعبة. والناس الجوة ديل والله حرامية وأجبى الناس، قسما بالله أجبى الناس الله خلقه. عشان كده الناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتخط الكورة واطع وتبدأ طوالي. أنا بتواصل مع الجروبات تحت المقاومة الشعبية اللي هناك في المناقل والجروبات الشغالة الآن بتجند، وبنوريهم بيكلمهم أن الجروبات تنقلب بحركة تحرير الجزيرة وتتعامل لها لوجو، وده يكون ثابت ليوم الدين. طالما الناس بتتفرج فينا والناس قاعدين وعدينا علينا السياسة ولفوا دوران وده مقاومة وذات حدين وما قادرين هنا والثلاث حدود، نحن بحركتنا وما سألين في أي زول وما سألين في أي زول، من حقنا. طالما ما في زول جحرر من حقنا من حقنا من حقنا نحرر بلدنا ونحرر منطقتنا ونحرر أهلنا من الجنجويد ومن المستعمرين، من الناس اللي قاعدين يقتلوا فيها أهلنا، ومن الناس اللي بيختصبوا في الحرائر، ومن الناس اللي بيسرقوا في شقة عمرنا، من حقنا من حقنا. عشان كده الناس تشوف الجروبات وتتواصل، والناس كلها تعرف انه حركة تحرير الجزيرة خلاص لا دارين زول ولا بنقول لي زول ولا سالي لنا بني آدم ولا دارين زول يجي يحررنا ولا دارين سلاح من برهان، مش سلاحك ده برهان ما دارينه، سلاحك ده ما دارينه، بعد شنو هسه علينا لو جبته، بعد شنو بعد شنو تاني سلاحك، بعد شنو بعد شنو انت قال احنا ما عارفين، بس احنا ما بنتكلم هسه لكن بيجي اليوم اللي بنتكلم، احنا ما بنتكلم الان لكن بيجي اليوم اللي بنتكلم، بيجي اليوم اللي بنتكلم. عشان كده انا بقول لك يا مواطن الجزيره اللي في بورسودان اللي في كل مكان، الان حركه تحرير الجزيره المناقل كل الناس تمشي المناقل وتعمل معسكر كبير للحركه، وتبدا الناس بالبره يدعموا البره يدعموا الدوشكه لو دايرينها متوفره اي حاجه طالما في قريش، والجزيرة ما شاء الله عمرانة. لكن تقعدوا تحرسوا لي مقاومة شعبية وبقيادة جابوا لكم تاجر، والتاجر باش يجتمع وكل زول قاعد يتكلم وكل زول قاعد ياكل ويتدشى، ما في بلد بتتحرر ولا في جزيرة بتتحرر، ما في تاني ولا ما بنقتنع الا نشوف الجيش جوا مدني، جيش يمشي يتقدم هنا ويمشي ويرجع ولا ولا شايفينه، انا شخصيا ولا شايفه، لو ما شفته جوا مدني انا ما شايف جيش جوا، ولا بتكلم ولا بقول عمل جوا، لانه انا ما عندي تحرير تجيني ترجع خش علي هنا وترجع علي تاني. انت بتخش علي منطقه وبترجع الجنجويد بيجي ينتقموا من المواطن ده، انت دي ما عارفها انا بقول لك، انت بتخش منطقه بتطلع منها الجنجويد بيجي يقتل المواطن اللي استقبلك وجاب لك المويه ده، المواطن لما تجي انت لو ما استقبلك ووقف ليك وقال لك جيش واحد انت ما بتزعل؟ بتزعل، لكن المواطن طلعته ليك واستقباله ليك ده بيدفع ثمنه بيموت لما يجي الجنجويد ويشوفوه، وفي ناس قوادين قاعدين بيقولوا ذاك طلع استقبل الجيش وذاك طلع استقبل الجيش وذاك طلع استقبل الجيش، اول ما انت تطلع وتخالب تخلي لي الله، الزول اللي كان فرحان ليك والحريم اللي بزغرت ديل بيجوا الجنجويد بينتقموا منهم. انت عارف الكلام ده ولا ما عارف؟ انت عارف جيتك وطلعتك بتقتل ناس؟ انت عارف ولا ما عارف دخلتك وطلعتك بتقتل ناس؟ احنا ما قلنا لك ادخل ما تدخل، دار تدخل اقعد اعمل ارتكازك وما تطلع، لكن جاي تخش وتطلع انت بتقتل الناس، بتاذى الناس، بتاذى المواطنين القاعدين ما اكثر ولا اقل، انت لما تخش وتطلع بتاذى المواطن ده، المواطن ده بلاقيك بلاقيك وبصفق وبكورك جيش واحد، انت تطلع به هنا بيجوا الجنجويد العملاء قاعدين القحاطه، داك فرح وداك وقف وده عميل وده وقف مع الجيش وده وقف بيقتلون طوالي.
شفنا الولد اللي بيدقوا فيه، شفنا الولد اللي بيدقوا فيه من ناس الجزيرة وهو صابط ومصندد، ده من الاستقبالات، من الناس اللي كانوا بيستقبلوا وبيقيفوا الطابور الخامس يدل على الناس ديل. عشان كده جيتك يا جيش يا تكون واحدة يا ما تجي المنطقة، جهز نفسك اعمل الدائرة ولكن ما تجي وتطلع. انت جيتك وطلعتك كأنك بتمهد للجنجويد الطريق يجي يقتل الناس، ودي الحقيقة. انت يوم داك دخل البحر دي حققت انت انتصارات، لكن مواطن دفع الثمن، قسما بالله العلي العظيم المواطن دفع الثمن في الحلفاية وفي اللي زرقاء. المواطنين دفعوا بالليل ما خلوهم بيتوا في بيوتهم بيسط عن العنج. اي مواطن كان واقف برا، اي مواطن وقف ولا ما وقف يدق بصوت العنج. انتوا عارفين الكلام ده؟ والله يا كلوساي جيتك انت وطلعتك المواطن بيدفع ثمنها. يا تجي وتقعد مع المواطن يا ما تمشي للمواطن وتطلع منه تخلي للجنجويدي. الكلام ده واضح. ما في خطة بتتبنى على تعذيب المواطن، ولا في خطة بتتبنى على موت المواطن، ولا في خطة بتتبنى على إذلال المواطن. انت عارف والله عارف انك دخلتك وطلعتك الجنجويدي بيجي يركب المواطن ده، معناته ما تخش دار، تخش تقعد يا ما تيجي تعمل لك صورة هناك وتطلع. معليش ما تجي تصور هناك وتطلع، انت بتصور بهنا وبتنشر الفيديو وبتنشر معك اولاد الناس اللي معك دي كلهم، انت بتطلع تخليهم بيجي جنجويدي بيركبهم، بيجي جنجويدي يركبهم كده انت مبسوط؟ دي خطة؟ دي درسوك ليه؟ يا هندي كده؟ لا ما في خطة كده، ده ما عنده اي علاقة بالانسانية ولا الضمير ولا الاخلاق ولا الشرف. يا تجوا بارتكازاتكم وحاجاتكم ودباباتكم وتقعدوا زبيتي يا ما تجوا، لكن طلعه ونزله طلعه ونزله طلعه ونزله بيدفع ثمنه المسكين ده اكثر ما هو دافع ثمنه، بيدفع ثمنه وكل يوم بيدفع ثمنه. اصله ما تجي تقول لي في خطه وفي اللي بتعملوا فيه ده مصلحه مواطن ولا مصلحه ولا لا لا لا، ما عنده علاقه نهائي، ما عنده علاقه نهائي، ما عنده علاقه. دي الحقيقة. الدخلة بتاعت بحري كتلتوا فيها جنجويد، لكن في مواطنين ماتوا بعد ما طلعتوا، والله ربطوهم جروهم، والله في الحلفاية قتلوهم، وحاط الله زونة زية، والله سيطان عنك، دقون دق العيش. واتحداكم نزعلوا من الكلام ده، والمواطنين والله صبروا. ليه؟ لأنه ناس واعية وناس وطنية في وقتها ما بقولوا عشان الجنجويدي ما يشمل، لكن دفعوا الثمن بتاع الدخلة بتاعتكم والطلعة بتاعتكم، دفعوا الثمن المواطنين المساكين، الناس اللي قاعدين لا سنة وشهرين وحارسينكم تجوا، ولما تجوا خلاص وبدوا تاني لو دخلت هناك ما بتلقى زول يستقبلك، ولا بتلقى زول يجيب لك موية، ولا بتلقى زول يقف معاك. ليه؟ لأنك انت حتمش، الجنجويدي حيشوفوا حيركبوا، الجنجويدي حيشوفوا حيركبوا. ما الغلط، ما في زول بشرعين الغلط، ولا في زول بيقول ده غلط كوي. لا لا معليش، الغلط غلط والصح صح. قاعد ما جاهزين ما تجي، جيت ما ترجع، لكن تجيني ليه هنا وتجيني وانا افرح ونتصور ونطلع ونكورك والله اكبر وجيش واحد شعب واحد، وفجأة القاك ما فيش وقابل الجنجويد كيف؟ انا انت كده ما ورطتني كده، انت ما كشفتني للجنجويد كده، انت ما عريتني كده، انت ما عريتني عديل للجنجويد، وريته الناس اللي مع الجيش منه والناس اللي ما مع الجيش وريته كده، وريته كده، انت قلت للجنجويد انا بخش بعمل لك كده. عشان كده بنقول الرسالة لجيشنا، ما جاهزين ما تجوا الغرة عليكم الله، اقعدوا واخذوا راحتكم، لما تحسوا نفسكم جاهزين وجايين بتاعين ختم وبتاعين بل ادخلوا، لكن ما جاهزين ما تتقدم تجي الغوره، بتازوا الغوره اكثر ما هي مازيه بتازوها، بتازوا الغوره اكثر ما هي مازيه.
بتأذوها أكتر ما هي مأذية. والناس دي كلها بتقول جيش واحد شعب واحد للآن ولا بكرة، لكن بيموتوا بسببكم، بسببكم بيموتوا. انت بتطلع بهنا بيجي جنجويدي بهنا. كثير كثير حصلت، كثير كثير حصلت، كثير كثير حصلت، كثير حصلت، كثير حصلت. عشان كده لما تبقوا جاهزين يتقدموا بارتكازاتكم بدباباتكم وما راجعين. الشعب اللي بيطلع معاكم وبقف معاكم ادوا ذاته سلاحه وسلحوه وذاته بدافع معاكم. لكن بتجي انت ليه هنا وتجيني ليه هنا وفجأة بين يوم ولين اجي القاكم ما فيش انسحبت ومشيت، انت كده ما ورطتني، كده انت ورطتني، كده انت ورطت المسكين ده. المسكين ده هو جاء وفتح وانت نشرت الصور، والان نحن في المنطقه اكس، والان نحن والان نحن والان نحن اكس دي الناس كلها عارفينها، واكس هذه قدام اي واحد عارف انت بتطلع تقول اكس. الجزيره دي ما في ذول ما عارفها اكس وين، ترعتين وثلاثه عارفينها بالترعه حافظينها، في قوادين والله يسمعوا لك تسميع هاي دي الناس فلان، هاي الواقفين مع الجيش ديل بيصوروا ده فلان وده فلان وده فلان وده فلان. يلا كل يوم يجون باللسم باللسم يلا كون فلان وين بيت فلان، فلان تعال فلان اركبون. ليه؟ ده مواطن مسكين، ده مواطن مسكين بيقول جيش واحد شعب واحد برغم الأذى وبرغم اي حاجة، ولما انت جيت فرح وروحه رجعت ليه وكان عشم وانك تكون معه وتحمي، انت برضو اتسحبت منه تاني. عشان كده نحن بنقول لكم عندكم حاجة دارين تعالوا خشوا الغرة، ما عندكم ما تخشوا الغرة تحت الجزيرة لحد ما يجيكم الضمير ويجيكم الإنسانية ويجيكم الهناي التعليمات الهناي والقرار يجي، انتوا داخلين الغرة دخلة نجيضة بدون رجعة بشعبك، الشعب كله بقف معاكم وبموت قبالكم. والله الشعب ده يموت قبالكم لو انتوا قاعدين، والله يموتوا قبالكم. لكن ما تجوا للناس غشوة ومشية، الغشوة والمشية دي المواطن بيدفع ثمنه وانت ما بتدفع ثمنه، انت بترجع وبتقعد هناك وبتنو المواطن ده اللي كله مبنو، ودي الحقيقة. نمشي لحاجة أخيرة، انتصر المنتخب الوطني وانتصار كبير جدا 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 قسما بالله العظيم. اي سوداني شفت لو مهما كان فاقد ومهما كان زعلان الليلة فرح، الليلة اي سوداني فرحان انتصار المنتخب القومي السوداني كلنا فرحانين. الما فرحان منه الا ناس محددة هم القحاطة والعملاء. ليه مستخسرين فيك فرحة؟ الكلام ده انا نزلته لك في صفحة عشان تشوفه بعينك، ما تقول احنا بنكذب. خال الخيابة الزول الكلب الما عنده شرف ولا عنده اخلاق، كلب السفارات كلب المنظمات، الزول النتن الزول القذر الزول الما راجل القواد، قال لك منتخب جنوب السودان غدر حالة المنتخب السوداني وكأنه فتح ليه، لاقاكم انحطاط زي ده. لو قلنا علونا اولاد حرام احنا اديناهم حقهم، دي ولدة حرام ولا ولدة حلال؟ زول نتين زي ده وزول قذر زي ده، ده مفروض يكون عنده جنسية سودانية؟ مفروض يكون عنده جنسية سودانية؟ مفروض يدو جواز سوداني زي الرمة ده؟ العيب ما منه، العيب من الدولة فوق اللي قاعدة لاسي تتفرج في العملاء وما دايرة تسحب الجوازات. العيب عيب البرهان، لولا ضعف البرهان ما كانوا العملاء قاعدين برا يوزعوا في العمالة. وعلى عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. أنا داير أزاله الضابط المشى مع الجنجويد ومشى مروي، انتوا ما قلتوا وديتوا محكمة، وين الآن وين الموقع بتاع المحكمة؟ عملتوا لشنو؟ الضابط الجنجويد اللي قبضتوه اللي كان تابع للجيش وشالوه برا 2019 ولا 2000 قبل 2018، الضابط ده وين؟ يا ريت
يكون في شجاعة في رأس الدولة فوق في الجيش يطلع يورينا الضابط ده حصل لشنو، حاكمته ولا عافيته؟ اطلع ورونا الضابط الجنجويدي، الضابط الجنجويدي الساق الجنجويد وداه مروي اللي كان ضابط في الجيش وديته وين؟ هل حكمته عليه ولا عافيته؟ ولو حكمته عليه وين المحكمة حقته؟ وقاعد وين الآن؟ دارين نعرف. يا ريت تورونا الجنجويد اللي بتقبضون وديتون وين؟ ما نحن دارين نعرف هل السودان ده مقدود؟ في قد بتدخل الجنجويد بيطلع بهناك؟ أم في ناس حاضنة للجنجويد بتطلع الجنجويد في السجون؟ احنا دارين نعرف. لانه الضابط داك مفروض حسب كلامكم يتحاكم. شكلتوا اللجنة الاولى واللجنة الثانية ولا شفنا لنا جنجويد يتحاكم. اللي بيتحاكموا فيهم المساكين. بيت هنايا شكشة ولا نصيبة الله يكرم السامعين. تحاكموها واحد قوات تمشوا تحاكموه، والجنجويد الاصليين يطلعوا يمشوا مصر، ما في ذول بيحاكمون، يطلعون من السجون ما في ذول بيحاكمون. الحاصل شنو؟ ما وروا الشعب السوداني، ما دير الجنجويد اللي احنا بنكاتل فيهم. الضابط ده من الناس ساقوا الجنجويد ومشوا مروي، وكان سقط مروي اول مره وعارف المداخل وعارف المخارج. عملتوا له شنو؟ حاكمتوه؟ حاكمتوه ولا ما حاكمتوه؟ بس احنا دارين نعرف الحته دي. يا ريت تطلع فيكم راجل كده يقول الضابط ده وين؟ يا ريت تطلعوا تقولوا وين الضباط ده؟ دي الحقيقه يا جماعه عشان تعرف حاجات كثيره. من شفتها جنجويد كثير في كل مكان بيفكون بالقروش كثير، من عزام فكونا اسمدني زمان وغير عزام كميه كبيره الجنجويد بيخش بيطلعوا بالقروش، يطلعوا بالقروش بالقروش يطلعوا. لو كان عندنا قيادة بتاع الدولة وقيادة قوية ما كان زي خال الخيابة ده بتلسن كده عينك عمالة عينك يا تاجر. حتى في الانتصار خلي في الميدان خلي في الحرب بنقول جنجويدي محروب، لكن في الميدان ده في الكورة، في الكورة ما داري انك تنتصر، خلي الحرب عشان تعرف. لما نقول لك الغل والحسد والنتانة والوسخ بتلقى عند القحاطي. لما نقول علونا أولاد الحرام والله ما وديناهم ولا ذرة، لأنهم هم فوق فوق، ود الحرام ده والله أحسن منهم. ديل ما بيفرحوا الانتصار، منتخب بتاع كورة يجي يفرحوا لك أنت تنتصر في الميدان عسكرية، يجيب لك خبر يفرحك به؟ ده في الكورة بيبرر أنك أنت ما هزمت الناس ديل كده، اجي اديك انت خبر متابعه لي عشان اديك خبر انك انت يا اخي انت غبي. ديل جواهم حقد، ديل اوسخ خلق الله، ديل احفن اسر الله خلقها، ديل اوطى الناس، ديل كلاب بتاع منظمات، كلاب ما عندهم شرف ولا عندهم ضمير، ديل كلاب منظمات. واحد بكل قله ادب، ناس اجتهدت في الميدان وقاتلت وانتصرت رجالة والعالم كله شاف، لكن هو ما بيقدر يقول المنتخب. ليه؟ لأن المنتخب ما ممثله، لأنه هو ما سوداني، لأنه ما سوداني، لأنه لو سوداني كان المنتخب ده مثله، لكن ما سوداني لأنه ماكل المال الحرام كرتة بتاع سفارات. ذول ما عنده شرف ولا عنده اخلاق، قوات ما اكثر ولا اقل. عشان كده زي القحاط الرمم ديل، ديل ما عندهم وجود ثاني في السودان. ما عندهم وجود ثاني في السودان. مفروض القرارات والمحاكم تكون اشتغلت، واي زولك بضل ليله من ارض الميدان طوال المشنقه تكون مدوره شغاله، لكن ما في كلام زي ده. ما في كلام زي ده. والله ما في كلام زي ده. ممكن واحد مسكين ما عنده ظهر عادي يا اخي، واحد كان بيطبخ عديل ليهون وبيشد ليهون وما باقي الا تمشق ليهون وبيعقد ليهون وبجيب ليهون اي حاجه، في النهايه طلع
عادي دي الدولة السودانية. ليه؟ لأنها مبنية على الفساد، لأنه إذا كان الفوق فاسد كل تحت له الفساد، ده عنوان بالنسبة لي. ودي الحقيقة، دي الحقيقة، دي مشكلة الدولة السودانية. الناس دي ما دايرة تتحرر من فسادها، وما دايرة تتحرر من مجاملتها، وما دايرة تتحرر من وسخها، ودايرة تسوقنا تاني بنفس الوسخ القديم. والله ندفع روحنا تمن، وخصوصا بالله العظيم القيامة تقوم، ما يجي وسخ تاني زي الزمان. عشان كده الناس تكون واعية. والآن ناس الجزيرة عندكم الرسالة، أبدو وإحنا معاكم طوالي، والله داعمينكم، والله العظيم نكون لكم إعلام، إعلام حركة تحرير الجزيرة، نشكل لكم إعلام بتاع حركة تحرير الجزيرة. لا لف لا دوران، أهلنا تعبوا ووصلوا خلاص، ويا ريت لو عندهم حاجة يطلعوا بها. يا ريت، الناس دي جاعت، الناس دي ما لقت تاكل، وجبة ما لقت تاكلها، الذلة والإهانة، أي حاجة بيعملوها فيهم، بقوا بدون كرامة وبدون عزة، عايشين ولا كأنهم بشر. والله عيب علينا نقعد نحرس 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 شنو؟ نحرس منو؟ منو نحرس؟ نحرس شنو؟ نحرس شنو؟ الناس ما شايفة؟ الناس ما شايفة؟ شايفة. تحرس شنو؟ شنو تحرس؟ خلاص كون جيشك بتاع حركة تحرير الجزيرة والموضوع انتهى. لما الجيش يجهز وخذ راحته. اصلا احنا بنقول له اتمرد، بنقول له خذ راحتك ليوم الدين، لو ما جاتك تعليمات ما تجي، لكن نحن بنكون جيشنا واللي بيخش، وما في راجل بيجي يوقف الجيش ده. ودي الحقيقه. ما في راجل بيجي يقول ده ما يمشي يحرره، ولا في راجل بيفتح ميتينه. ودي الحقيقه. لا نحن سالينكم ولا دارينكم، ولا بنقول لكم امشوا، ولا بنقول لكم تعالوا، ولا بنقول لكم خشوا. لكن لما المعسكرات تفتح في المناقل نتحدى. نتحدى لنا زول يجي يقف قدام معسكر يقول والله والله انبين لك انت اول زول، اول زول انت انبين لك. لانك كده انت بتكون جنجويد عديل دغري. احنا ما سالينك اقعد اكل اشرب، اكل اللحمه، اكل اشرب السيجاره، اقعد من شجره لشجره وكضب، ما سالينك. لكن لما يتكون الجيش تعال قولوا معسكرات ما تفتح، ولا تعال قولوا ولا 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 ولا. دي الحقيقة. الله يديكم العافية ويدي البلد العافية. سلام عليكم.